بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي كام سبور وين ما كنتم. الترجي الرياضي التونسي في كأس العالم للأندية، هل تجذب إدارة الفريق رعاة جدد؟ الكاف يلغي هذه المسابقة وكاردوزو يبحث عن حلول جديدة. أكثر تفاصيل باش تلقاوها معنا في الفيديو، تابعونا للآخر وما تنساوش كالعادة دعم القناة. تنتظر جماهير الترجي منذ مدة طويلة وتستغرب عن عدم توقيع الترجي مع مستشار جديد، خاصة وأن الفريق سيشارك في مونديال الأندية. المقترحات موجودة من شركات عالمية، لكن العروض المقترحة على المستوى المالي لم تكن كبيرة، عروض لا تفوق 100,000 دينار من شركات تونسية. الإدارة تنتظر إلى اقتراب المونديال وربما تتوفر عروض في قيمة النادي. إذن برشا من المتابعين يسألوا في على المستشار الجديد للترجي الرياضي التونسي. كنا تحدثنا في فيديوهات عديدة عن اقتراب إمضاء الترجي الرياضي التونسي، أو فما مفاوضات بين الترجي إدارة الترجي ومستشارين عالميين. كما قلنا العروض هذه أو المفاوضات هذه ما توصلتش وما ارتقتش العروض المقدمة لقيمة وعراقة الترجي الرياضي التونسي، مبالغ مالية قادر رئيس الترجي يوفرها. نعرف أنه شركة ديليس هي المستشار الأول للترجي الرياضي التونسي، والرئيس النادي قاعد يضخ في أموال كبيرة تقريبا كل موسم، وهو المستشار الأول والمدعم الأول لفريقنا. صحيح ماذا بينا كما نشوفه في الفرق العالمية نشوفه مستشارين عالميين على قميص الترجي الرياضي التونسي، ولكن كما قلنا مش الفائدة في اسم شركة طيران وإلا شركة عالمية في مجال آخر، الفائدة في القيمة المالية اللي تعاون الترجي الرياضي التونسي وتكون فما يعني مداخيل جديدة، مداخيل إضافية ومداخيل خاصة قارة باش تعمل نقلة نوعية للفريق متاعنا. ما حشناش باسم كما قلنا جيست مع المريول، هو في العام يعطي في مليار ولا زوز ولا حتى ثلاثة، لأنه نحبه يكون مستشار وفما يعني عروض ضخمة وعروض كبيرة وعروض قادرة تبدل وجه الترجي الرياضي التونسي وقادرة تهز الترجي يعني للعالمية وتهز الترجي لمستوى آخر والبالية آخر على جميع المستويات الرياضية والمادية. وإلا خلينا مع المستشار متاعنا ورئيس النادي كما قلنا ونعاوده في عديد المرات، قاعد يعطي في كل إمكانياته، قاعد يوفر في كل المبالغ اللي تحتاجهم الترجي الرياضي التونسي. الفائدة مش في الاسم كما قلت، ونعاود الفائدة في القيمة المالية للمستشارين. إن شاء الله من هنا لانطلاقة كأس العالم للأندية نشوفوا يعني إبرام صفقات جديدة في هذا السياق، وإن شاء الله نتمكنوا يعني من التحصل على اتفاق مع مستشار يكون كبير، مستشار خاصة بقيمة مالية كبيرة وكبيرة برشا. هذاك اللي نحبوه، هذاك اللي نجم يفيد الترجي الرياضي التونسي، مش الفائدة في الاسم وكهو. من جهة أخرى وفي مسابقة ينتظرها الترجي وجماهيره لما فيها من مستوى فني ومادي كبير، وبعد أخذ ورد أكد البوتسواني ماكلين لوتشي عضو المكتب التنفيذي للكاف بأن قرار إلغاء بطولة دوري السوبر الإفريقي لهذا الموسم قرار نهائي ولا نية للتراجع عنه. وتابع ماكلين بأن بطولات الكاف أيضا في 2026 كثيرة وهناك كأس العالم، وهذا يتطلب تجهيز أفضل للاعبين وعدم إلزامهم بجدول مزدحم قد يسبب لهم الإرهاق. وأضاف بأن بطولة دوري السوبر لن تلغى نهائيا في العموم، وقد تعود منافساتها في الموسم المقبل سواء بشكلها ونظامها القديم أو بشكل ونظام جديد. إذن متابعينا الكرام، زيادة كنت تحدثت في أكثر من فيديو على مسابقة السوبر الإفريقي، أخذ ورد من الاتحاد الإفريقي. في الأول حكاوا على أنه ما فماش مستشار لهذه المسابقة، المسابقة متاع العام اللي فات كان فما مستشار إيطالي، السنة قرر أنه يفسخ العقد والتعاقد متاعه مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. صار حديث مع السعودية يعني ومستشار سعودي كان مرحب بفكرة أنه يتكفل بهذه البطولة ويكون المستشار الأول للبطولة ويتم تنظيمها في المملكة العربية السعودية في نظام البطولة، ولكن الكاف يقرر أنه باش يلغي المسابقة هذه لازدحام المسابقات الإفريقية، وزادوا عليها مسابقة الشان الإفريقي المحلي. مانيش فاهم شنية الفائدة متاعها، لا قدمت إضافة مادية ولا قدمت إضافة فنية للمنتخبات، بالعكس باش تعمل اضطراب في مستوى البرمجة خاصة في البطولات المحلية للفرق اللي باش تشارك في هذا المسابقة. ولكن فما عديد المنتخبات وعديد الدول رفضت أنها تكون موجودة في مسابقة الشان كما مصر الجزائر في انتظار القرار الرسمي لتونس، ترشحت مباشرة إلى المسابقة هذه من غير ما تلعب تصفيات. ولكن حديث على أنه فما احتمال كبير أنه تونس ما تكونش موجودة، وهذاك اللي نحبوه، لأنه كما قلت لكم مسابقة ما عندها حتى فائدة، لا فائدة فنية ولا مادية للمنتخبات المشاركة. هذاك علاش كما قلنا الكاف
قرر انه يلغي المسابقه هذه اللي كنا ننتظرها برشا بصراحه لما فيها من عائدات ماليه مهمه جدا. راكم شفتوا انتم الموسم اللي تعدى الترجي الرياضي التونسي وصل للدور النهائي من مسابقه دوري ابطال افريقيا بفضل مشاركته في الدوري الافريقي. كيفاش بفضل المشاركه في هذه المسابقه؟ لانه خذنا مباريات محترمه، خذنا مباريات ضد منافسين كبار. الترجي الرياضي التونسي يعني احتك بالفرق هذه اللي خلاه حاضر وجاهز لمسابقه دوري ابطال افريقيا، هذاك علاش حابين نلعب المسابقه هذه رغم الازدحام الكبير في برمجه الكاف، ولكن كانت باش تفيد الترجي الرياضي التونسي خاصه من الناحيه الماليه. تقريبا 6.7 مليارات كانت تحصل عليهم الترجي الرياضي التونسي في الموسم اللي تعدى في المسابقه هذه. السنه وللاسف تم الغاء المسابقه في انتظار التاكيد الرسمي من الاتحاد الافريقي، وفي انتظار كذلك ما ستؤول اليه الايام القادمه في مسابقه الشان اللي دخلت الامور بعضها وخلات يعني اضطراب كبير في الاتحاد الافريقي اللي يحب ينجح المسابقه هذه على حساب عديد الامور الاخرى، وما عندها حتى فائده للاسف باش تضيفه للمنتخبات المشاركه. ولكن السنه الترجي الرياضي التونسي كنا نستناه في مسابقه دوري السوبر الافريقي، في مسابقه البطوله العربيه، زوز مسابقات تم الغائهم بصفه رسميه الى حد الان. يتبقى لنا المشاركه في دوري ابطال افريقيا، البطوله والكاس، والمشاركه الاهم والمنتظره في كاس العالم للانديه. ان شاء الله الترجي يكون جاهز على مستوى البطوله الافريقيه دوري ابطال افريقيا اللي هي حاجه مهمه جدا. هذاك علاش الفريق لازم يكون جاهز ويكون حاضر على جميع المستويات. وبالعوده لاخر اخبار الترجي، يبحث المدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو عن حلول جديدة في كل الخطوط، وذلك بهدف توسيع قاعدة الخيارات في المستقبل. وقد تحظى بعض الأسماء الشابة بفرصة المشاركة خلال الأسابيع القادمة في حال نجاحها في إثبات وجودها، ومن بين هذه الأسماء اللاعب هيثم ضو اللي كنا تحدثنا عليه في انطلاق التحضيرات وفي بداية الموسم. قلنا أنه ميغيل كاردوزو أعجب بهذا اللاعب، هو وزين الدين كادا، واللاعب قصي معشة كذلك اللي كنا ننتظر باش نشوف اللاعب هذا، لأنه لاعب ممتاز جدا من الناحية الفنية. ربما الإصابة اللي كانت عرض لها في إحدى المباريات الودية في بداية التحضيرات خلت اللاعب ما يكونش حاضر مع الفريق، ولكن ميغيل كاردوزو خاصة بعد الأربع مباريات اللي شفنا عليها الترجي الرياضي التونسي ما هوش جاهز، وشفنا نتائج ما هيش في قيمة الانتظارات، ربما بدأ يفكر في توسيع الرصيد البشري وبدأ يفكر في إيجاد حلول على المستوى الهجومي، خاصة من بينهم هيثم ضو اللاعب هذا اللي أثار الجدل في المواسم اللي تعدات، وحكاية خروجه من الترجي الرياضي التونسي، انتقاله لتركيا من ثم الاتحاد المنستيري ثم عودته الى الترجي الرياضي التونسي، فريق الام اللي كان انشا وتكون فيه. ان شاء الله ياخذ فرصته، وان شاء الله هو يثبت الامكانيات نتاعه ويثبت جدارته في التواجد مع مجموعه الترجي الرياضي التونسي ويكون في الرصيد البشري، لانه لاعب مهاري، لاعب فنان، لاعب ممتاز وممتاز جدا، قادر يقدم الاضافه ويعاون اذا خذ ثقه في نفسه واذا خدم كما قلنا على روحه، وكذلك اذا كانت ثقه الاطار الفني موجوده في هذا اللاعب. ان شاء الله باش يكون حل من الحلول. حل اخر ينضاف الى الرصيد البشري للترجي الرياضي التونسي كنا تحدثنا عليه، معتز الزدام. معتز الزدام يعني الناس كل لاحظت وشافت في التدريبات الاخيره انه اللاعب دخل ديريكتومون مع المجموعه، ونزيد نقول لكم انه معتز الزدام باش يكون على ذمه الاطار الفني في المباريات القادمه. اللاعب جاهز، حاضر على المستوى البدني، خدم برشا في الفتره اللي كان غايب فيها على تدريبات الترجي الجماعيه، خدم على المستوى الفردي وكان ديما يخدم على الناحيه البدنيه خاصه ومركز على الجاهزيه البدنيه. هذاك علاش دخل ديريكتومون في التحضيرات مع الفريق ودخل يتدرب مع المجموعه. حل اضافي لميغيل كاردوزو في خط الوسط، ان شاء الله اللاعب هذا زاد يثبت وجوده وياخذ فرصته، وخاصه يكون مركز على كره القدم ولا شيء غير كره القدم. اذا متابعينا الكرام، متابعي بكام سبور، امكانيه اجراء المباراه الوديه يوم السبت وارده في انتظار تحديد المنافس اللي باش يواجه الترجي الرياضي التونسي. الامور على العال في الترجي، الرصيد البشري كله على ذمه الاطار الفني في انتظار عوده اللاعبين الدوليين واللي مش يشاركوا في تصفيات كاس الامم الافريقيه مع منتخباتهم. ان شاء الله يكونوا جاهزين لمباراه الترجي جرجيس، باش تكون مباراه صعبه وتنقل صعب. ان شاء الله نكونوا جاهزين وحاضرين ونرجعوا بثلاث نقاط. اذا متابعينا الكرام، متابعي بكام سبور، نحب نشكركم على تفاعلكم المتواصل مع قناتكم. ان شاء الله التواصل هذا يزيد، وان شاء الله نزيد نقدم لكم المعلومات والاخبار اللي تلوجوا عليها واللي تخص شيخ الانديه التونسيه. شكرا لكم على حسن المتابعه والانتباه، ان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.